العقيدة تربط القلوب وتذهب عصبية الجاهلية. نحن سوداننا ده بطبيعته قبائله كثيرة، قبائلنا كثيرة، وما في شيء بيربطنا مع بعض إلا العقيدة. ويوم العقيدة تنضف بتلقى الناس أحبة فيما بيناتهم، وما بتأثر عليهم قبيلة إطلاقا ولا بتفرقهم أصلا. ده لما تصحو العقيدة في القلوب. الأنصار في المدينة، عمنا ده كرسي يا أخوانا، الأنصار في المدينة أكان بيناتهم مشاكل بين الأوس والخزرج، مشاكل طويلة. ها ديل لما دخلوا الإسلام قلوبهم دي نطفت. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم وقف بيستشير في الناس. شوف بالله العقيدة دي بتنظف كيف، بيستشير في الناس. قال أشيروا علي أيها الناس، اتكلم أبو بكر الصديق قال أشيروا علي، تكلم عمر قال أشيروا علي، تكلم المقداد ابن الأسود قال أشيروا علي، لأنه الثلاثة ديل من المهاجرين. والنبي صلى الله عليه وسلم داير راي الأنصار لأنه هم أكثر الجيش، أكثر الجيش من الأنصار، والمعركة كلها حتكون على عواتقهم. قالوا كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم. فقام سعد قال جئتنا فآويناك، والله قال لي لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، إنا لصدق في الحرب صبر في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. ما في عصبية بتاع الجاهلية يا أخوانا، عصبية الجاهلية انتهت بالإسلام. ها عصبية الجاهلية انتهت بالإسلام. نحن مما ندخل الإسلام ده قبيلتنا، وده الحوش اللي بيلمنا، ونحن كلنا أي واحد بسند الثاني، غير كده ما بنمشي قدام. لكن تقوم نعرات في الغرب، ونعرات في الشرق وفي الشمال، نعرات جاهلية ونعرات بتاعت قبلية. نحن ما حنتلمى كده، نتلمى بالإسلام. ده الإسلام ده هو أبونا كويس. في معركة اليرموك خالد رضي الله عنه موقف عجيب بيوريك انه انت في النهايه لما تخش العقيده دي في قلبك انت اهلك يا هنس العقيده دي. خالد قابل واحد من الجنود بتاعنا الروم اسمه جورجا ابن توذرا، ده قائد عندهم حوالي 8 قاده. واحد من القاده قال لهم نادوا لي خالد انا دايره، وخالد كان قائد جيش المسلمين. وقف قدامه قال حتى اذا التقيا برقاب فرسيهما قال يا خالد هل نزل سيف من السماء فأعطاكه نبيكم؟ تجاك سيف من السماء؟ قال له لا. ولماذا سميت؟ قال له بسيف الله. قال إني رجل شديد على المشركين وسماني رسول الله سيف الله. قال وإلى ماذا تدعو الناس؟ انتوا موضوعكم شنو؟ قال نحن قوم كنا في جاهلية فأتانا الله بهذا النبي، فمنا من انجفل عنه ومنا من آمن به. قال وكنت ممن انجفل عنه حتى شرح الله صدري للإسلام. قال إذا إلى ماذا تدعو الناس؟ قال ندعوهم إلى لا إله إلا الله. قال ومن أجابكم؟ قال دخل جنة عرضها السماوات والأرض. قال يا خالد علمني الإسلام. الكلام ده جوا المعركة يا أخوانا، المعركة شغالة ودي القوات بتاعين جيش اثنين. قال علمني الإسلام يا خالد. فدخل به خالد، دخل به جوا للغرفة بتاعته فعلمه الإسلام، وعلموا الشهادة وعلموا الصلاة. قال له اغتسل، فأفرغ عليه من شن كانت معلقة عنده قربة، فرغ عليه فاغتسل فتوضأ، فصلى به خالد ركعتين فخرج
جورج ابن تودرا جنود من جنود خالد بقاتل في اهله الجمعون قبل بقاتل في اهله الجمعون قبل ودارت المعركه فاستشهد جورج ابن تودرا مسلم بدرجه تابعي ما ادرك الا ركعتين صلاين والجنه ان شاء الله. قلب على قبيلته ذاته يا ناس نحن دايرين عقيده جوا قلوبنا دي عقيده مولعه نظيفه عشان تنهي لنا نعرات الجاهليه اللي بنشوف الليله فلان كذا وفلان كذا واساءات وقبيله فلان قامت على الحكومه وقبيله يا ناس لبتين يا اخي. طيب